المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في السودان هذا المساء، ونبدأ بأبرز العناوين. المملكة العربية السعودية تؤكد دعمها ومساندتها المستمرة للشعب السوداني. السفارة السودانية بالقاهرة تعلن حالة الطوارئ الرياضية استعدادا للقاء المرتقب بين الهلال والأهلي المصري. أهلا بكم وإليكم التفاصيل. شهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي بن علي حفل تدشين الملحقية الدينية بالسفارة السعودية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بالسودان، حيث ثمن وزير الأوقاف دور المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا فيما يقدمونه من أعمال عظيمة ومشاريع عملاقة في خدمة ضيوف الرحمن والإنسانية جمعا، ممتدحا مواقف المملكة الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية. ومن جانبه أشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الخرطوم علي بن جعفر إلى توزيع نحو 37 ألف سلة غذائية لدعم 8 ولايات ضمن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين. كما كشف بن علي عن تقديم المملكة العربية السعودية لمعينات وأجهزة طبية إلى مستشفى جعفر بن عوف للأطفال، مبينا أن ذلك يأتي في إطار تبني المملكة لدعم القضايا الإنسانية والإغاثية في العالم. أجرى وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق علي اتصالا هاتفيا مع السيد أحمد عطاف وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بجمهورية الجزائر الشقيقة. أجرى اتصالا هاتفيا بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب التشاور والتنسيق حول مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الإقليمي. وتقدم على الصادق بالتهاني للسيد أحمد عطاف بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، كما أعرب عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والتعاون والتضامن التاريخي القائمة بين البلدين الشقيقين. وتبادل الوزيران خلال المحادثة الرؤى حول عدد من الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وجدد التأكيد على أهمية إصلاح وتعزيز العمل العربي المشترك حفاظا على الأمن القومي العربي في مختلف مناحيه. ومن جانبه أعرب السيد عطاف عن تضامن الجزائر الدائم مع السودان في كل ما يدعم أمنه واستقراره ومواصلة دوره المهم عربيا وإقليميا. اطمأن محافظ أدر التشادية على الأوضاع اللاجئين السودانيين الذين فروا من وحدة تندلت الإدارية بولاية غرب دارفور جراء الصراع القبلي الذي نشب في الوحدة الإدارية وخلف وراءه عددا من الخسائر في الأرواح والممتلكات. وأكد المحافظ على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين شعبي البلدين، داعيا إلى تغليب صوت العقل وتجنيب المواطنين حالة التفلت الأمني التي اضطرتهم للفرار خارج مناطقهم وقراهم. مؤكد كي عند أهمية في شعب أنا تنتنتي والأخص أنتو الجيتو بجاي وإن ده أكيد كلام بروكم أنتو كان سودانيين كان تشاديين كلنا شعب واحد. ممكن ده بلدك أول تاني هناك وده بلدك تاني زي بيتك تاني جيتو وقالوا الكلام ده من خصم السيد هلو نخلي له مجال للوالي المشون جابكم بوركم ان شاء الله. وبعدين كمان المكلفين زول الهند بعد الوالي المشكله انتوا عندكم كلامكم ده تقدموا للوالي وبعدين كمان نمشي نزوروا لناس هناك وان شاء الله يكملوا. وفي اخبار الرياضه اعلن السفير السودان بالقاهره الصادق عمر عبد الله
عن اكتمال الترتيبات والاستعدادات بالسفارة والجالية السودانية بالقاهرة لاستقبال الهلال السوداني الذي سيواجه الأهلي المصري في الجولة الأخيرة في بطولة الأندية الإفريقية مطلع إبريل المقبل باستاد القاهرة. وقال السفير في لقاء تنويري في مقر إقامته إن السفارة السودانية أعلنت حالة الطوارئ الرياضية لهذه المباراة الهامة، مؤكدا أن السفارة ستقف مع الهلال وقفة قوية في مباراته الحاسمة مع الأهلي المصري. وأبان السفير أنه من الضروري والواجب أن نهيئ الظروف المناسبة حتى يؤدي الهلال مباراته بقوة ويحقق المطلوب، واصفا اللقاء بالتاريخي. ونبه السفير الصادق لعدم الاكتراث والاهتمام لمثيري الفتنة ومروجي الإشاعات لجهة أن فريق الأهلي تعرض لمضايقات في السودان، وقال إن الأهلي وجد الترحيب والتسهيلات من الهلال ومن الجهات الرسمية والشعبية. في سابقة تعد هي الأولى من نوعها، اكتشف فريق طبي بيطري سوداني برئاسة الخبير البيطري عادل حسن حسين أن ماعزا ولدت بالأمس توائم في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض الواقعة في الحدود مع دولة جنوب السودان، وأن أحد هذين التوأمين قلبه موجود بالكامل خارج الجسد ويعمل بصورة ممتازة كأنما هو في موضعه داخل الجسد. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا المساء، أعود وأذكر بالعناوين. المملكة العربية السعودية تؤكد دعمها ومساندتها المستمرة للشعب السوداني. السفارة السودانية بالقاهرة تعلن حالة الطوارئ الرياضية استعدادا للقاء المرتقب بين الهلال والأهلي المصري. إلى هنا نصل وإياكم إلى الختام، في أمان الله.